من؟ هل تؤيد التعذيب خلال التحقيق؟ هل إيه؟ أنت أي إجراء اتخذت على تعذيبي وأنا رئيسك أثناء التحقيق وقبل التحقيق؟ نعم أنا أقول لك أي إجراء اتخذت؟ نعم المحكمة الموقرة أمرت بتشكيل لجنة، لأن أنت ذكرت، نعم أنا أجيبك، ذكرت بأنه تعرضت إلى التعذيب، تعرضت إلى التعذيب، والمحكمة الموقرة أمرت وبمتابعتي شخصيا وعرضك على اللجنة الطبية، وظهر بأنه لا آثار للتعذيب، ولا آثار للتعذيب. أنا عرضت على اللجنة الطبية ورفضت بأن تكشف عليك اللجنة الطبية، والتقرير موجود في إصدار القضية. أولا جاني طبيب مبهم الاسم، أنا ما أحب أتعامل مع الأشباح، وهذا الإجراء اللي اتخذناه. وهذا الطبيب لم يكن إنه جاء ليكشف علي عن آثار التعذيب، وإنما قال جاء ليفحص صحتي. ما اسمك؟ يوبا، على طريقة أهل الريف والبدو. يا الله السؤال العراقي أحبه واحترمه، وأنت أحترمك، بس أنا ما أقدر أنطيك أسرار صحتي هيك، ولا هي الأسرار بيد الأمريكان ترانسا، لكن حتى أحثه على أن يقول لي اسمه، شو اسمك؟ قال ما أقدر أقص. قلت له اسألهم إذا يوافقوك تنطيني اسمك أسمح لك نعم تنفصل، إذا ما يوافقون يعني ما أقدر أتعامل ويا شخص لغزل.